المشكل اللي عندنا خويا مع الامن ديال السلطه الفيدا. احنا مهنيون في التاكسيات، التاكسي البيضين صنف اول مدينه الدار البيضاء، عندنا مشكل مع النقاط اللي كنتعاملوا معاها. احنا بالنسبه لهذا المشكل اللي عندنا ولينا كنحسبوا ريوسنا بحال اللي كنتعاملوا مع ليبيا. المحمديه عندها قانون كتطبقوا علينا بحذافيريه، احنا ملي عندنا كنبغيو نطبقوا بالمثل كنلقاو مشكل مع الامن ديالنا، كيديروا لنا عرقلات وكنديروا. والدليل على هذا اننا شدينا طوموبيله متلبسه شد رجل الشرطه وخذا لها الوثائق وسلمها للدائره، مشى مع راكب فيها للدائره، واذا بنا كنتفاجئوا بانها تخدمت بمحضر مزور وخرجت، والقرار العاملي كيقول لنا شهر ونهار. اذا ملي كنجيو نشكيو ما كايناش الاذن الصاغيه. حنا عندنا واحد الحق مهضوم، حنا عندنا 40 عام في المهنه وكمهنيين وبالوثائق ديالنا بالوراق ديالنا بالصفات النقابيه ديالنا بالهيئات، عندنا خمسه الهيئات، وهاد الناس ما دايرينش لنا اعتبار. يعني الا كنا مهنيين في نقل المواطنين وكنديروا واحد الخدمه اللي هي اجتماعيه واللي هي راه معروف الدور ديالها، راه اجتماعيه اقتصاديه، راه هاد المسؤولين راه حنا وصلناهم باش قراو كان يمشي معنا وكيفاش كنوصلوا، ودابا غادي يبداو يضحكوا علينا. راه من العيب باش واحد الانسان، واحد الموظف عنده 28 ولا 26 عام هو اللي يضحك على واحد الانسان اللي في عمره 63 عام، باش انا غادي نضبط سياره مخالفه وغادي يتزور لها محضر ويديروا نزاع هذا راه هذا حيف في حقنا، في حق المهنيين وفي حق رجال الامن وفي حق امن الفيدا دار السلطان. يعني حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي اكثر من القانون، كاين قرار عاملي، قرار عاملي بالنسبه للموظف خاصو يطبقوا. السلام عليكم سائق مهني ممثل القطاع. المشكل اللي عندنا هو مشكل عندنا احترام نقطه انطلاقه عندنا مع المشكل مع المحمديه. المشكل ديال المحمديه كنا كنتعاملوا معاهم، وقع واحد المشكل ولا دخلونا الفوريان، حنا خرجنا المعامله بالمثل. كاين قرار عاملي عندنا وهما ما عندهمش قرار عاملي، كيدخلوا يعني كيدخلونا قوة صحة، يعني بصحة كيدخلوك ما عندهمش قرار، عندهم إلغاء القرار العاملي. قرار ملغي هو الإلغاء، اليوم هو الإلغاء قرار عاملي وكيدخلونا حنا بدون موجب. هو إلغاء ديال القرار العاملي، ما القرار ما دخلنا واحد السيارة المحز حتى كنتفاجئوا بواحد السيارة خرجت. اليوم مشينا وقفنا على قبل ديك السيارة تخرج لنا عندها شهر ونهار وما خرجوها، مني خرجوها مشينا قلنا استفسار علاش تخرج السيارة، قال لك لا راه على الكريمه هذه، ولكن هذاك رئيس المصلحه قال لك اودي عندها شهر ونهار. مني قال لك اودي ما عندهاش كريمه. اليوم قلنا الامن تطبيق القرار مع ديبار ماشي مع جميع الديبارات، لان الدار البيضاء عندها النفوذ، عندها ابو زنيقه بن سليمان السخيرات الرباط السطات كل شيء. اذا جينا نديروا هذا القرار العاملي على جميع المدن مشكله، عندنا مشكل مع المحمديه. اليوم هاد الرئيس هاد الناس ديال الامن الولينا اللي ديالنا على بوزنيقه كنتعاملوا معاها، حنا مع الديبار ديال بوزنيقه ما عندناش معاه مشكل، كنتعاملوا معاه عين حروده كنتعاملوا معاه، الا مشكل عين حروده المحمديه هي اللي ما كنتعاملوش معاها. مدخليننا عندنا جو، عندهم جوج سيارات داخلين، عندنا هما جوج سيارات داخلين. اذا هذا هو المشكل اللي عندنا حاليا. هاد الناس اخويا كان عندنا واحد المشكل معاهم، حنا معمر الفيدا كان بينكم معمر الفيدا كان عندنا معاه المشكل، الا عنصر واحد المسؤول. حنا ما بغيناش دابا نشهروا بهذا المسؤول، هذا بغى بحال بغى يلوي لنا يدينا. الصباح هضرنا على حقنا على طوموبيل بان دخلت له 18 خرجت له 19، والقرار فيه شهر ونهار. كنتفاجئوا بالطوموبيل خرجات. حنا قلنا من صححوا لنا الصباح، دوينا معاهم درنا اجتماع، خرجنا مرادين. اذا بينا كاين السيد كيفاجئنا كيدخل لينا الديبا اللي كنتعايشوا معاه. وحنا كنتظروا من ساعة الوالي كيقول كاين ادماج للجهة، وهذا دابا هو كيخلق لنا الفتنة. ما عرفناش هذا السيد لاش باغي يوصل. إذا بينا كنتفاجئوا بأنه كيدخل لنا ديبار كنتعاملوا معاه، أش كيقول لنا؟ نعوضوا الفتنة. حنا على الظروف الحالية البلاد ما كتسمحش لهذا الشيء، ما كتسمحش في هذه الظروف الحالية باش نديروا هذا العمل اللي كنديروا فيه دابا. ولكن المطالب ديالنا هو يخلينا الديبار اللي كنتعايشوا معاهم. عندنا مشكل مع المحمديه، الناس ديال المحمديه خدامين بقرار ملغي وما هضر معاهم حد. كيجيو كيشدوا كورتي البلايص كيمشيو، كيجي البوليسي كيعلق لك ما كيدويش معاك، هنا كيقول لك حق لا خاطر تبقى شاد الكليان ندير المعاينه. ما يمكنش لي انا نوقف اللي هي خدمته ماشي خدمتي انا. هادي شهر وحنا كنطاحنوا في هاد الشارع هذا، ما عمر بوليس شد لنا الطوموبيل ديال الشيبيه. اليوم ملي وقع الواقع شد لنا بوزنيقه اللي كنتعايشوا معاه، هادشي راه حشومه وعار.